سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم اللي راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات برنامج صوتكم حتى نسمع رأيكم بالمواضيع اللي احنا نطرحها أو بالمواضيع اللي انتم تريدون تحجون بيها في الحلقة. أي شخص ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان يقدر يدزلنا رسالة مكتوبة، أشدد على كلمة مكتوبة، على الرقم الأخير اللي بصفه إشارة الواتساب على برنامج الواتساب في الحلقة حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة. أتمنى تكون الرسالة متبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها ونعرف من منو جتنا ومن وين. نبدي حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا هو ملف النزوح ومعاناة النازحين في مخيمات النزوح بسبب المشاكل اللي تواجه النازح بالمخيم أو النازحين بالمخيمات، لا سيما نقص المواد الغذائية بالمخيمات. هذا الشيء بسبب عدم توفيرها من قبل الحكومة وتقاعسها عن أداء واجباتها ودورها بالمخيمات. مهجرون ناحية جرف الصخر بمخيم بزيبز بمحافظة الأنبار حكوا معاناتهم الإنسانية اللي دا تتفاقم وتتفاقم بسبب تقاعس الحكومة عن أداء دورها، وأكدوا أن ظروف المعيشة بالمخيم صارت صعبة جدا ظل انعدام أبسط مقومات الحياة وارتفاع درجات الحرارة وبدء العام الدراسي الجديد وهم مقبلين على موسم شتاء قادم. خلونا نشوف نازحين جرف الصخر. والله هنا المشاكل جاي نعاني منها النازحين خاصه هنا، تعرفون هالفتره الصيف والجو حار نعاني منها. كانت قبل بلاد 2018 خلين مولدات المنظمه، من 2018 من انتهت النزوح مع الغربيه والمحافظ قال لا ماكو نازحين، جو شالوا المولدات. زين سؤال صغير انت اسالك اليوم، انت من لغه وموضوع النازحين، انتم لعشنو؟ احنا والله بنظريتهم لغه بس احنا بعدنا نازحين ولا حد. زين شلون يغلقون ملف النازحين وانتم بعدكم اصلا قاعدين؟ حتى المنظمات انسحبت بسبب غلق كل المنظمات ملف النازحين. اخير منظمه هسه ديار سهم يقولون انتهى العقد مالهم انسحبت. زين وزيره الهجره شنو موضوعها؟ وزيره الهجره جت برمضان يعني موقف وزيره الهجره بالنازحين خاصه قطاعات بزيبز والله مو يعني صفر، موقفها صفر يعني هجره. يجون هنا اللي يريد يسولف وياها يعني معاناه الحقيقيه وبدون مجامله ما يخلونه يصلها، يعني هاي كارثه. اما يخلون الرجل الكبير عمر يعني يستحي يسولف معاناته، يهجس نفسه لما يشرح وضعيته شلون يذن نفسه، ما يسولفون. من بس اللي يمنعون الحمايه الخاصه، يعني لو ما انا عندي طموح اريد اسولف لها مع مأساتي ما يخلونه يصلها. كل المخيم هنا وجرف الصخر مالها، جرف الصخر مالها رجعه. سلام عليك. يكون يقول ارجع جرف الصخر كذا. لا والله بشرك حتى رئيس الوزراء ما يقدر يطبق، ما يقدر يطبق. هو صدق سؤال منطقي، شنو الحكومه تقول انه احنا غلقنا ملف النازحين والنزوح والنازحين بعدهم بالمخيمات، او اكو نازحين اخرين عايشين بالمحافظات؟ مو كل النازحين عاشوا بالمخيمات، شريحه النازحين بها اللي بالمخيم وبها اللي متهجر الى محافظه اخرى، هذا همنا نازح او مهجر. شلون تغلق هذا الملف وذولا ما رجعوا لمناطقهم؟ زين يعني انت غلقت الملف معناه منطقتهم انتهت، انه ذولا ما يرجعون نهائيا، ممنوع عليهم يشوفون مناطقهم، ممنوع يزورون امواتهم واقاربهم مثلا، ممنوع يشوفون بيوتهم اللي تربوا بيها. شلون تغلق ملف وانت محال اهم عنصر بهذا الملف؟ مخيم النزوح اهم نقطه بين نازح. حتى تحل أزمة النازح لازم تحل المنطقة السكنية اللي هو نزح من عندها، ورما تحل مشاكل هاي المنطقة السكنية لازم توفر لها الأمان، ورما توفر لها أمان لازم توفر المبلغ المادي اللي من المفترض أن يكون موجود حتى شنو يرجعون يبنوها ويقدرون يعيشون. زي أنت من تغلق ودولة بعدهم بالمخيمات شنو مصيرهم دولة؟ احد النازحين بمخيم بزيبز بمحافظه الانبار ناشد الجهات المسؤوله او المعنيه او المنظمات او اهل الخير بالاصح ان يوفروا لهم مواد غذائيه. ليش؟ لان المواد الغذائيه بالمخيم انقطعت بسبب عدم توفيرها من قبل الحكومه وعجزها عن هذا الشيء،
ولهالسبب معاناة المهجرين والنازحين تتواصل، واللي بعدهم عايشين بمخيمات من أكثر من 9 سنوات وما يقدرون يرجعون لمناطقهم، لأن قالها بالفيديو السابق يقول ورئيس الوزراء ما يقدر يطب، أنا أقدر أطب، لأنه ليش الميليشيات هي المسيطرة وتمنع هذا الشيء. خلونا نسمع. مخيمات في منطقة بزيبز قطاع الثاني، صارنا 9 سنوات من هم تجرين في مخيمات بزيبز قطاع الثاني، والناس تناشد على غذائية من الخير، لأنها صار والله فترة طويلة غذائية ماكو، من كان يكون لا من الهجرة ولا من كان يكون صار فترة انقطعت غذائية، والناس تناشد على غذائية، لأن والله الأمور مو هي، والناس تعبانة حيل. يا ريت من الناس الخير والناس الطيبة توصلون مقطع الفيديو كان يكون أي واحد يتبرع غذائية للقطاع الثاني، لأن الأمور والله تعبانة، والناس تناشد أهل المروة وأهل الخير. هل هلا بينا، لأن والله العظيم صار هاي 9 سنوات ما حكومة والهجرة ما أنتم كلش قطاع الثاني، لا وزيرة الهجرة ولا القيم مغام ولا كان يكون. الناس تناشد أهل الخير وأهل المروة وأهل الرحم التفتون عليه غذائية، لأن والله العظيم أمورنا يقول تعبت حيل، لأن الناس قامت ما تلاحظ تشتري الدهن وتشتري التمن والشكر كله مش تصار، والناس أنتم تشوفون حالتهم اللي قاعدين مخيمات وبالصيف هذا شلون وضعية الخيم. هل هلا بالناس وهل هلا بأخوتكم وهل هلا بالناس وهل هلا بأخوتكم، لأن أخوتكم والله العظيم بالمخيمات وشوي الأمور تعبت، يناشدون أهل الخير وأهل المروة وأهل الرحم، بركة الله غذائية من عندهم هالناس هي التعبانة قاعدة بالمخيمات، وإذا المقطع الفيديو يصل كل واحد خير كل واحد طيب هل هلا بينا، ويصل مقطع له ويشوف المعاناة المخيمات في منطقة البزيبز. تعرفون مشاهدينا الـ 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 العالم معرض إلى نوعين من الكوارث. أكو كوارث طبيعية، زلازل، فيضانات، براكين، تسونامي، وأكو كوارث البشر يسويها، من ضمنها الحروب. فأي منطقة يصير بها كارثة طبيعية أو حربية عسكرية، أهلها أكيد ينزحون. وإذا أريد نقرأ التاريخ ونشوف اللي صار وراء الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، والحروب اللي صارت في جميع دول العالم اللي صارت بها حروب، أكيد كان أكو نازحين. لكن سرعان ما العالم بدأ يستعيد نفسه شيئا فشيئا. اليابان اللي انضربت بقنبلتين نوويتين رجعت، صار التطور إلى درجة أنه البلد صار يسموه كوكب اليابان خارج كوكب الأرض. أما بالعراق احنا حروب ما بعدها حروب ما بعدها حروب، وراها هروب، وراها عودة حروب، وراها يطلعون حيدر العبادي لما كان رئيس وزراء بيان النصر، وجرف الصخر سماها حسب تسميته بالبيان جرف النصر، وأعلن النصر وقال خلصنا وكملنا وانتهت العمليات. يلا جوارك عادل عبد المهدي، وجوارك مصطفى الكاظمي، وهسه محمد الشياع السوداني. هاي 3 حكومات مثل ما انتم تدعون وتسموها حكومات، والنازحين بعدهم بالمخيمات. زين وين النصر بالموضوع؟ علي من انتصرتوا؟ زين هذا المواطن اللي نزح من منطقته بسبب منظمة إرهابية دخلت للبلد بأي صورة كانت، واجا الجيش وحررها هاي المنطقة المحتلة، أهلها ليش ما يرجعون؟ فلسبب الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. وأول تعليق من فيسبوك، من منصة أكس، تغريدة علي الزهيري: حسبنا الله على من سرق قوت الفقراء واليتامى والبسطاء، سكان المخيمات لا حول ولا قوة، والوزيرة الفاسدة العنصرية تعمل على إهانة سكان هذه المخيمات. صبري علي يقول ويغرد: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محمود الأورفل يغرد: بقاؤهم في هذا المخيم ومكابدتهم حر الصيف وبرد الشتاء بعيدا عن بيوتهم ومزارعهم وصمة عار وخزي في تاريخ الحكومات المتعاقبة. عثمان المختار غرد: مناشدة جديدة لأهالي مخيمات بزيبز الذين تحتل ميليشيات الحشد الشعبي مدنهم وتشردهم منذ سنوات. تصمت الولايات المتحدة والأمم المتحدة عن جرائم تشريد ونفي العراقيين داخل وطنهم والاستيلاء على منازلهم من قبل الميليشيات. أي دعم يريد أتباع إيران أكثر من هذا؟
الصحفي عثمان المختار اختصر لكم الواقع بسطور. فكانت هاي تغريدات الناس على موقع اكس تويتر سابقا حول قضية النزوح ومعاناة النازحين اللي تتفاقم. محمد من امريكا حياك الله. الو السلام عليكم سادة، احييك وحيا قناة الرافدية البطلة. حياك الله اخوي. هم انتصروا علي من؟ انتصروا على ولد الخايبة على السنة، هدروا السنة، هم قالوا الميليشيات تابعين لإيران. نعم. جفوا صخرة منه لازم الحرس الثوري الإيراني قسما بالله وحزب الله الوطن الحيشات قال الحرس جيش المهدي وغيره الحشد الإيراني سافر هذا جاي يحكم بالعراق هسه جاي يسلبون أراضي العالم أبو زينب وغير أبو زينب هم سووا عمل بالعراق. هدروا السنة وخايفين على إيران خطي جيبوا قلنا لو ما يكون يودوا إيران على خوارهم العجل أهم شيء عندهم العجمي يموتون على العجم قسما بالله يموتون على العجم ليش يحبون العرب هم دول الحسالة جابتهم أمريكا حتى بوابات قسما بالله بين دون سنة يبقى بالعراق هم دول حتى يجيبون خوارهم العجم حشاكي نومهم وحبوا لسوانهم هم من أبغام قسما بالله عندنا الخيط هنا وأطلع هم جماعتهم دول هنا لسوانهم ينامون هي الأبغام وهنا في العراق ويا الإيراني والله العظيم سال أسد يجيهم والله العظيم قاتلهم شيش ما كباب شلون هذا المجرم قاسم سليماني الإرهابي والله العظيم هو الحشد إرهابي وهاي الإرهاب الحكومة ليس حكومة إرهابية دولة يشتغلون صالح إيران ليس للعراق يسيرهم الخامنئي الدجال الخامنئي الدجال تحياتي لكل قناة الرافدين. حياك الله. مع بداية العام الدراسي الجديد للسنة الدراسية 2023-2024 أحد الناشطين بمحافظة ذيقار رصد وحدة من المدارس المتلكئة بقضاء الشطرة لأنه ليش نقول متلكئة؟ بناء هيكل هاي المدرسة بنا سنة 2010 وما تم إكمال البناء إلى حد هاي اللحظة والناشط يتساءل عن الأسباب اللي أدت إلى هذا الإهمال وأكد أنه هاي الأبنية لو كملوها والمشاريع المتلكئة في بناء المدارس لو كملوها أولى من أن تنشؤون مدرسة كرفانية أو طينية اللي ما تتوفر بيها البيئة المناسبة لتلقي العلم بالنسبة إلى الطلاب. المدرسة اللي من المفترض قبل 13 سنة بلشوا شغل بيها حالها بال2023 راح تشوفوه هنا. المالكي هاي رسالة للمالكي من بنيت لك مدارس بسنة 2010 2009 2011 واحنا هسه بزمن السوداني وانتم الخال وبنخته حاطينهن المن تقرون عليهن مالهن كبير يعني هاي مدرسة ملايين ومليارات مثلها موجودة لا مدير تربية يقدر لها لا محافظ يقدر لها لا وزير يقدر لها لا رئيس وزراء يقدر لها المن بنيتوها ما تكملونها ما تكملها مو عندك ناس قاعدة طين تدرس مدارس ما عندكم زين انت المقاول عم تعال خذ غراضك خذهم حتى المنطقة يجوز المنطقة هاي يجوز بها واحد خير يجي يسويها على حساب ابنينا مدرسة ادري عبتوها المن من 2010 واحنا هسه راح ندخل ب 2024 وهاي المدارس باعوها تعال شوف هاي مدارس متروكه ملايين شوف والله السمك ياكل سمك هنا للمخدرات للتعاطي للكريستال هاي المدرسه شوفوها هاي الملايين بالشطره وموجوده نموذج منها بكل المحافظات ماكو واحد شريف منكم هاي السنين كلها سوى هاي المدارس يعني انت بدل ما تفكر تبني مدرسه وتحط كرفانات كمل هاي المدارس. هي اكو نقطة أساسية بهذا الموضوع بعيدا عن الكرفانات بعيدا عن الكلمة اللي قالها هي كلمة صحيحة بس هاي المدرسة هو مشروع حكومي يعني شون يعني الوزارة أعلنت عنها بالاتفاق ويا وزارة الإعمار أو الإسكان بالاتفاق ويا رئاسة الوزراء وأعلنت عن بناء مدرسة جت شركة نطت عطاء للوزارة رسى هذا العطاء على شركة معينة بلشت تبني المدرسة من المفترض بالعقد أكو مدة زمنية
هاي المدة الزمنية من المفترض يبدون بوضع حجر الأساس وينتهون بانتهاء المدة الزمنية بأن تسلم المدرسة، توضع وراها مدة زمنية أخرى اللي هي مدة زمنية تشغيلية، تجهيز المدرسة بالمعدات والآليات من المفترض أن تكون موجود بها حتى تستقبل طلاب وتلاميذ وكوادر لازم يتوفر قبلها. قل لي المدة الزمنية الوزارة ما حاطة شرط جزائي على الشركة المنفذة بحيث 13 سنة هي أساس والشركة مرتاحة؟ هذا السؤال لازم ينطرح. وليش؟ نطلع من هنا نروح للقادسية، أحد الناشطين حكى عن التلكؤ اللي صاير بمشروع المستشفى الاسترالي، لأنه هذا المشروع بعض بلشوا بناء المستشفى سنة 2008 وقف، بال 2011 رجعوا بلشوا كملوا الهيكل الأساس أو الأساسات مالته الهيكل، وقف الشغل بيه من 2011 أو من 2012 لل 2020، 2020 بلشوا يشتغلون بيه لكن الشغل مو متكامل، يعني ورا 3 سنوات بعد الشغل على ما هو عليه وتيرة بطيئة جدا، ماكو رقابة ماكو محاسبة وغياب تام لأي دائرة لأي مهندس مقيم. خلونا نشوف هذا المشروع اللي وراي بالحكومة أو بالوزارة سمونا المستشفى الأسترالي، أنا من وجهة نظري راح أسميه المستشفى الأسترالي لمعالجة الكلاوات، لأن ماكو مشروع تصدر برأس أهل الديوانية وماكو مشروع تروج إله على أساس أنه يستمر أو يكمل أو يكون كامل خلال فترة وجيزة مثل هذا المستشفى اللي يشوفونه وراي. هذا كلفته من 140 مليون دولار إلى 150 مليون دولار. طبعاً نوضع حجر الأساس لهذا المستشفى في عام 2008 تنفذه شركة أسترالية. طبعاً هاي من ضمن التعاقدات اللي تعاقدتها وزارة الصحة في عام 2008، مستشفيات ألمانية، مستشفيات أسترالية، مستشفيات تركية ومستشفيات من باقي الدول، لأن إحنا ما عندنا كوادر فالتجأوا إلى دول الجوار حتى يجيبون مستشفيات ويشتغلون هالشركات اللي تابعة إلى هاي الدول. هذا المستشفى من 2008 إلى 2011 انبنى الهيكل مالته اللي هو كلفته أكثر من 200 مليار دينار عراقي، انبنى الهيكل مالته، ومن 2011 إلى 2020 هذا المشروع لطش وقف، بعد ماكو لا شغل ولا عمل، توقف كل شيء بيه. ليش؟ ما نعرف الأسباب. فدائرة المهندس المقيم شلون انطيت موافقة لاستكمال العمل بهذا المشروع؟ شلون وافقتوا على اكمال المشروع وهو الـ 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 الحديد مالته تعبان والخرسانات الكونكريتية اللي اتخلت بهذا المشروع هي كلها تعبانة، شلون بهاي الطريقة؟ وزارة الصحة تعرفون هذا المشروع إيش قد راح يطول حتى يكمل؟ أكو فد سقف زمني خليتوه للشركة المنفذة حتى تستلمونه بالوقت المناسب؟ 125 مليون دولار، كم مليار دينار؟ أنتوا تلاحظون المشاريع بالعراق كلها ملايين، والمشكلة أنه دا تنصرف، ولما تبدي السنة التشريعية للبرلمان أو تبدي حكومة تستلم الحكم، إحنا عدنا عجز، إحنا ما نقدر نصرف، إحنا ما نقدر نزيد رواتب، إحنا ما نقدر نطي رواتب، إحنا ما نقدر نشغل، إحنا علينا ديون. طبعاً عليكم عجز وعليكم ديون، إذا مشاريعكم بمئات الملايين ما مشتغلة تطون فلوسها وتعرفون تنطون فلوسها، يجيكم واحد نصاب أو محتال يقولكم راح أبنيكم مستشفى ب 125 مليون، يا حبيبي هاك هاي 125 مليون تدلل تأمر أمر إيش وقت تكمل؟ على الله، يلا روح الله وياك، أنا راح أرصف لكم شارع إيش قد تريد؟ 7 مليارات، إيه تدلل هاك 7 مليارات، إيش وقت تكمل؟ إيه لا راح أكمل لكم عقب باكر. يجي المواطن بيده يشيل التبليط ومدارس وأبنية ومجمعات سكنية ومصانعنا واقفة والناس متهجرة ومدننا مدمرة بس عندنا مشاريع بمئات الملايين تمشي. الشيخ ماهر المحاسن على فيسبوك علق: أخذوا فلوسها وحطوهم بالجيب وطفروا،
عقيل الأمير ملتهين بالبوق يا مدارس. أما علي حمزة الجناب يقول والله أخويا هذا بعد 30 سنة يلا يكمل، ماكو هيك مشروع. أما فرقد المياحي وزارة الصحة شني نايمين عن هيك مشروع؟ وأكو مدن يعني حسب الأرقام الرسمية هيروشيما احتاجت 5 سنوات للتعافي وهي انبادت، وإحنا مشروع واحد صار له 13 سنة. وباليابان والصين يبنون مول ما أدري كم 100 طابق بيوم ويومين، وإحنا مستشفى 13 سنة، مدرسة 20 سنة. مع الأسف. أم وسام من الطارمية حياك الله. والله إحنا نحشعد. حياك الله أم وسام. أهلا بيك يا أم، شلونك؟ شلون صحتك؟ أهلا بيك يما. الله يسلمك يوم. الله يسلمك. خلي كمل أستاذ رفل. أنا وياك على الهواء، أنا أفل، تفضلي. شلونك خالة؟ شلون صحتك؟ هلا بيك يما، تفضلي يوم. الله يسلمك يا فدوى. فدوى خالة، على مود مال الشهداء، فدوى. إيه، إيش بيهم الشهداء؟ صار 18 سنة ابني من استشهد. زين. ولسه أنا بطرق الراتب، كل شيء ما أنطونه. نعم. يعني وصلت للحاسبة ونكرهن علي. نكرهن. ابنك استشهد بال 2013 وين؟ 2006. 2006 عفوا. 2006 قتلوا لي اياه. وين وين؟ 2006 ابني بالطارميه هناك قتلوا لي اياه. زين. اي وراجعت علي هاي صار 18 سنه اركض ولسه كل شيء ما انطوني. اليوم رحت على مال الاراضي. بالطارميه يوم بالطارميه. اي يمه اي وياك. اي بالطارمية قلت لك وصار قد راجع وصلت الفلوس للحاسبة وراح تستلمين بشهر ال 12 وهاي كم 12 فات ورحت لهم ذاك اليوم ينكرون عليه. عليكم السلام بعد قلبي. منو ياي؟ الو ام وسام؟ اقول لك إلا بسرطان. زين أنا مين أجيب السرطان؟ رحنا سوينا فحوصات ماكو سرطان، أمراض مزمنة، سكر، ضغط عندي، يعني هذا القهر كله لو يعطونهم كل ويا الحصة كل شهر كل شهر مليون هسه مخلصين. يعني والله دخنا خالة تعبنا تعبنا. نعم. يعني والله طقنا الفلاس النوم مساجين عندنا وتتعب الحالة مسجون عندنا. نعم. عمري أنا ابتليت على عمري اليوم رحت وجيت والله بين رجلين فرقصات السه فرقصات من الوقفة وكل شيء ما سوونا يقولون لنا أبو سراء يسوي الشغل. دي الله نخونا أبو سراء بلكن الله نخونا يا أبو سراء بلكن الله يوفقنا والله. نعم. يعني ظليت والله تعبت خالة رحنا وجينا. نعم. نعم. الله يعينك الله يعينك الله يعينك والله خالة تعبت. سمعوك يعني إن شاء الله. سمعوك إن شاء الله أم وسام. وهاي أم وسام تنقل لكم حالة من حالات المواطن العراقي أو ذوي الشهداء اللي يعانون ما يعانون بسبب تقاعس الدوائر الحكومية عن أداء واجبها. ونتمنى أن تشوفون حال أم وسام وقضاء الطارمية. شكرا لك أم وسام. أبو عمر من الناصرية حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك عمي يا أبو عمر حسين من الناصرية؟ شلونك؟ حياك حياك. صحتك عمي. طبعا انا متعجب عجيب يعني مشكله والله. نعم. طبعا هذا مو هذا مو موضوعكم بس انا ارد احكي على الموضوع. ايه. طبعا ثوار تشرين شهداء تشرين. نعم. وجرحى مال تشرين يعني انتوا هذا مال مؤسسه مال هاي مؤسسه بغداد هاي مؤسسه العامه مال بغداد هاي مال حراميه الا هذا. نعم. هذا رئيس المؤسسه مال بغداد هذا حرامي يطون حقوق دولة مال الحشد الولائي يعني بالحشد يعني الحشد هذا ولائي يعني يلطونه شطونه يلطونه زين ولا وابو تشرين يقوم هذا مواطن عراقي يقوم عليكم ويطير حظكم وحظ ابهاتكم وحظ امريكا وحظ اسرائيل وحظ ايران زين ولا اسمع الكاده فلو لا عمي. نعم. زين وما تطون حقوقه هذا مدير المؤسسه العامه هذا واحد ساقط هذا بالاحزاب. قالوا له
قاعدين هم جماعتهم يطول ملايين الله شاهد والله العظيم. نعم نعم وصورت تشري شهداء تشري تشوى راسكم وراس خلصتم يدور عراقيين يدافع عن بلاد هذا من قام هذا مو زين. تمام وصلت أبو عمار. شكرا لك أبو عمار. بملفنا الثالث نبدي به من محافظة المثنى اللي اشتكوا أهاليها خصوصا سكان حي البدو بقضاء الرميثة من انعدام الخدمات لأنه مناطقهم ما بها لا شبكات صرف صحي يعني المجاري والمي مقطوع الكهرباء ما موجودة والفترات طويلة وإن وجدت فهي كهرباء ما مستقرة. وعلى الرغم من كثرة المناشدات والمقاطع اللي صوروها والاتصالات ويا المسؤولين أو الجهات المسؤولة إنه لحد هاي اللحظة ما تمت الاستجابة لأي مطلب من مطالبهم بتحسين الواقع الخدمي. حي البدو هذا حاله. خدمات ماكو اشتكيني وسجلوني وطلعت لجنة وسووا الشارع هذا قالوا هاي 350 بوري لكم رصدناهن. فال 350 هاي قبل الانتخابات. صارت الانتخابات وقضت الانتخابات ولحد الآن ماكو مجاري ماكو ماي ماكو كل شيء ماكو. هاي عبر عن قطع يا أهلي ابن قطعتك لك شيل صندتك وشيل مجرية. شيل الصندة وشيل المجري. لحد هاي هسه صوروا هاي البزن هاي منا صوروها. كل مسؤول عندكم برلمانيين هنا اثنين ناشدهم برلمانيين موجودين. وكلها تدري. كلها تدري. بس ما حد يطلع لها. ما حد يطلع يريد تكون دوم يوم مقام المحترم القيم مقام سيد القيم مقام المحترم اصلا هم ما اجانا ولا واحد زارنا. ولا واحد وصلنا. يوصلون لهناك ويكملون. الشكر ورحم الله والديك حجينا الغالي غاتي. الله يسلمك والله يحفظك. احنا يسمون منطقه المهموله هاي. منطقه المظلومين عرفت الله وكيلك. لا ماي ولا كهرباء. هذا الكهرباء عندنا تقريبا 400 متر مشيت حاول ثلاث مرات لابو الكهرباء وياخذ رقمه ويقول لي انتظر. عرفت وشادين الكهرباء جارين حوالي 350 شنو متر. الاجراء السواء بالكهرباء بعد ما راحت له لحد الان اربع مرات والنوبه سيد مدير كهرباء المحترم استصغر نفسيتي ارد المره ثانيه استصغر نفسيتي والله استصغرها ثلاث مرات واعدني وكل شيء ما سوى ويخابرنا وتعال. قضيه الماي صدق بالله الماي ما عندنا ماي يمكن 500 متر نجيب الماي. هذا المنطقة ماكو ماكو هسه تشوف ذاك ذيك البناية ذيك البناية شوفها العالية من ذيك البناية إلى لراس الشارع من هناك قطرة ماي ماكو. حي كامل ما بي تأسيس شبكة مي أو إسالة. نطلع من المثنى نروح الكربلة ونفتر بيها. هاي المنطقة اسمها منطقة الشبانات اللي تعاني ما تعاني من نقص خدمات لا كهرباء لا ماء لا أي شيء موجود بمنطقتهم من هاي الخدمات الأساسية من المفترض أن توفرها الحكومة من دون أن يفكرون بيها لأنه هذا واجبها. ولهالسبب الظاهروا مجموعة من سكنة هاي المنطقة بمحافظة كربلاء حتى يطالبون بتحسين واقع منطقتهم الخدمي وهددوا بالتصعيد إذا ما تحسنت بالفترة الجاية. خلونا نشوف. اللي ما نعرف شنو السبب هاي المنطقة محرومة من جميع خدماتها. هاي المنطقة اللي تعتبر مركز مدينة شنو عن السقاف ما نعرف. ناشدنا مرارا وتكرارا للحكومة المحلية في كربلاء مدرسنا بالحافظة يا ما هاي المنطقة محرومة ما في غسالة. نواب كربلاء بالنسبة للانتخابات يجون انا راح اشتغل لك انا راح ابلغك بالشراكة الفاعل بعد ما اجى موسم من المحافظة واجى اخذ المطالب فهسه جمع المنطقة واكو فضايا كذا قال احنا نكفي طبعا
الشارع الفرعي، الشارع الرئيسي على مثل ما في بوت الرسول يشوف. انتوا لاحظتوا هالشبانات نطوهم مهلة اسبوع حتى يحققون بالمطالب، والصور هي مدة مو قليلة الا اذا كانت المنطقة يعني ما بها اي اساس، هنا كارثة. لكن بقينا بهاي التظاهرة وجبنا لكم هذا الفيديو الاخر، لكن هنا هذا الفيديو يحكي واللي الناس صورته وبثته على مواقع التواصل الاجتماعي، يحكي ويا المتظاهرين. اهالي منطقة الشبانات بمحافظة كربلاء بسبب سوء الخدمات اللي تمثلت مطالب المواطنين اللي راح سمعوها، توفير كهرباء لأنها ما موجودة، وإذا وجدت ما مستقرة تجي فترة زمنية مو مريحة أصلاً، طالبوا أن يغلفون المبازل اللي بالمنطقة واللي تسببت بأوبئة أو أمراض سرطانية وأمراض مزمنة، طالبوا بتبليط شارع الشبانات كونه هو شارع رئيسي واللي الآن هو شبه متهالك وما يصلح للسير، وطالبوا بتوفير الماء الصالح للشرب بمنطقتهم. خلونا نسمع. منطقة تعتبر مركز المدينة، ليش هالإهمال؟ هاي المنطقة مستهدفة لو شنو؟ الحكومة المحلية ليش غاض النظر عن هاي المنطقة؟ النواب والداعش ليش غاضين نظر عن هاي المنطقة؟ هاي المنطقة بها كثافة سكانية، طبعا احنا اليوم طلعنا مو بس فقط على الكهرباء، طلعنا على جميع الخدمات اللي هنا اللي هي الكهرباء، اللي هو المي، اللي هو تبليط هذا الشارع اللي صار له سنين، من الزوار تفوت شو تقول علينا خطية؟ ناس زوار نامت بدون الكهرباء، الزوار هنا نامت بدون كهرباء، هذا البزل، هذا البزل اللي بيه اللي بيه كثير من الامراض. هاي المنطقه بها مدارس منتهكه ما بها هنا، عدد السكان يفوق يعني فوق يعني 250 الف يا اخي. هنا اكو بزل هذا داي يعني داي يبرز عده امراض، الاطفال يوميا مرضى بسبب هذا البزل، ناشدنا مرارا وتكرارا يا با هذا البزل سووا ماكو، ناشدنا الحكومه المحليه المتمثله بمحافظها والنواب ال11، نواب ال11 اي موقف ما عندهم تجاه هاي المنطقة، ليش؟ هاي المنطقة هاي مستهدفة؟ ليش فقط بالانتخابات يجون تعالوا احنا اشتردوا احنا نعطيكم؟ ماكو اي فعل، ماكو اي شيء، هاي المنطقة محرومة من جميع الخدمات، دا شوف انت السيارة اللي طب هنا ما تطلع صاحية من ورا القصات، هذا الشارع يربط بالحولي مال النجف، شارع رئيسي يربط بالقنطرة مال السلام، هاي المنطقة دا تعاني كثير من سوء الخدمات، شنو السبب؟ ما حد ما دا يعرف، طلعنا قبل 40 سدينا الشارع. مدير الكهرباء خابرنا، انا طبعا خابرته شخصيا، فتحت سبيكر قلت له هاي المنطقه ايش؟ قال والله هاي المنطقه ما تتحمل لان بها وايد بيوت. زين انت سوي لي حل جذري، انت لا تسوي لي حل مؤقت، ربط الوايرات طقن ورا ساعه طقت، انت سوي لي حل جذري، جيب لي محطه، هاي المنطقه تستاهل محطه واحده لان بها كثافه سكانيه عاليه. الوزير قال له هاي المنطقه ما تتحمل لان بها وايد بيوت. زين انت شلون تعطي جواب راسا؟ ليش بالوزاره ما عندكم مثلا لجنه او مجموعه هي اللي تفكر شنو اليه الحلول المفروض توضعها في مناطق ما بها كهرباء؟ انت من يمك تقول ادري خالتي اللي جايه تسوي الوزاره؟ انتم كوزاره شنو دوركم اذا تقول لها عندكم بيوت المنطقه ما تتحمل؟ الناس لما سمعت هاي الفيديوهات وشافتها علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق من فيسبوك عماد التميمي الضاحي يقول مطالب مشروعة على الحكومة في محافظة كربلاء إجراء اللازم. حيدر نبيل الكلابي يقول واقع مؤلم ومؤسف حيل مع الأسف. كرار المهنة يقول والله عمي حياة ضيم. أما سيد طارق يقول خدمات صفر في كربلاء وكل المحافظات. فكانت هاي تعليقات الناس حول قضية الخدمات. أما هسه من النجف أبو سجاد، حياك الله. أبو سجاد، أبو سجاد وياك. أي حبيب قلبي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله واعتذراني كل الاعتذار، بس والله مضايق. أمراتي خادمك. سلام عليكم أستاذ. على شنو تعتذر أخوي العزيز؟ تفضل. حياك الله. حياك. بعد روحي. نعم. والله أنا مسجون. بس طلب أبو سجاد، نصي لي صوت التلفزيون حتى أقدر أسمعك والصوت ما يرجع لي. إيه.
مسجون بال 87 هربت من نهر جاسم شهر، انا وحيد العائلتي وكمشون البحثيين ورجعوني الحكم شهر، بقيت تقريبا شهرين ودوني المحكمه بالدير. زين. اي بالدير وانحكمت سنه. زين. زين هسا الي حقوق اقول. زين. بحثيني سووا بي. زين ابو سجاد. انت رحت سالت جهه رسميه معينه لو تريد الجواب من عندي؟ قالوا انتم مالكم وبعد ما رحت. زين اسمانا بس ببغداد راد مقتبس حكم من ذاك اليوم لليوم، راح المقتبس شهود موجودين لكن اسمي ومحكوميتي ببغداد موجوده. ليش ما رحت طلعتها؟ والله اتعاجزت وما عندي الماده اللي اوصل ليها وما عندي لوين اوصل، وهاي تريد لها واسطه وتريد لها احزاب تمام. اريد توجيهاتكم وين اروح حتى لو اروح. والله يا ابو سجاد يعني انت تعرف احنا مو دائره رسميه، احنا هنا كقناه تلفزيونيه نطلع معاناه الناس. يعني انت قضيتك مو يمنا، انت قضيتك لازم تروح الى وزاره العدل وتسال عنها. وزاره العدل ببغداد؟ اي نعم. زين اسماء ذول اللي محكومين هسا اللي يستلمون فلوس ثمانينات وعرصات وحسبوهم من ذول ابو سجاد صدقني ما عندي اي اجابه على اي تساؤل من هذا القبيل، ما اعرف انا حالي من حالك ما اعرف بهذا الموضوع. زين استفسر لنا وانا اخابرك باكر عقب باكر، استفسر لنا قول لهم هذا هيك شغله. حتى لو تخابرني يعني انا قناه تلفزيونيه من خابر اسال على شنو اخوي العزيز؟ فانت من يمك اقرب لك واسهل لك. شكرا. بالسؤال لان انت كلامك ماشي. ايه. اي بس استفسر نفسك. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، شكرا شكرا لك ابو سجاد. النفايات القمامه او الزباله تغطي مساحات كبيره من مختلف المحافظات العراقيه، واللي خلاها عرضه للحرق من قبل المواطنين حتى يتخلصون من روائحها الكريهه اللي تنبعث من عندها والغازات اللي تتسبب بتصاعد ابخره سامه بتلك المناطق وتسبب امراض واختناقات بين السكان. على الرغم من أن العراق يعتبر من أكثر البلدان تعرضاً لخطر التلوث البيئي بسبب المخلفات الناتجة عن الحروب والنفايات المنتشرة بمراكز المدن والأقضية والنواحي وحتى بالقرى والمناطق الريفية، واحد من المواطنين رصد تكدس النفايات والقمامة بهواية من شوارع قضاء الزبير بمحافظة البصرة، والمنظر كان بهذه الصورة. خلونا نشوفه سويا. ولو المنظر يعني مو مناسب ومو ملائم للأسف، ولكن هي رسالة خلينا نوصلها. المدير بلدية الزبير وقائم مقام الزبير المحترم تحياتي لهم. أتمنى جاي تلاحظون، يمكن جاي تشوفون هذه مجموعة يعني جاي تدخل على البيوت، وهاي مجموعة ثانية، وللعلم هذه مدرسة. تمام. يعني بس هذا المنظر مثلا أنه أكو مسؤول طلع راقب شاف الحالة. طبعا هذه بس هنا، يعني أنا ناهيكم عن باقي الأماكن اللي بيها النفايات، وما أعرف شنو السر وشنو السبب اللي ما جاي يشيلوه، يعني ما جاي يرفعون هاي النفايات، ما أعرف يعني. وخل أراويكم صورة المدرسة، يعني خاف إنه واحد يتيه العنوان عنده. هذه مدرسة بالدرهمية. تمام. من أمن العقاب ساء الأدب، لو يتعاقب المدير ما كان الموظف تسيب بعمله أو سخت بلهجتنا، ولو تعاقب الموظف الأصغر منه ما كان لعب بذيله. فلو كان أكو قانون يمشي على العامل والموظف والمدير رئيس القسم والمدير ورئيس دائرة بلدية أو محافظ أو مجلس محافظة أو أي مسؤول، لو كان اكو قانون يعاقب هذا المسؤول الجو ايده ما راح يخاف. لكن اذا هو ماكو مهندس وماكو رقيب وماكو مسؤول يوجه وماكو مسؤول يحاسب، فالموظف اكيد ما راح يدير بال، يقول لك انا ما حد راح يجي يشوفني انا اشتغلت لو ما اشتغلت، لان هو الفوق ما دا يشتغل، انا ليش دا اشتغل؟ هاي سبب من اسباب اللي دا يصير هنا. نطلع من الزبير من محافظه البصره نروح الذيقار،
احد الناشطين البيئيين اللي حكى بصدمه لما قال اني عندي صديق ياباني اجى الى العراق المحافظه الديقار. هذا الصديق تفاجئ لما شاف العراق واستغرب من كميه الانقاض والنفايات والقمامه المكدسه على الطرقات والجسور، وطالب الناشط الجهات المعنيه بضروره متابعه عمل دوائر البلديه لانه هي اصلا مو منظر حضاري. خلونا نسمع اللي قاله. اليوم وياي سائح ياباني مرينا منه على طريق المستشفى على طريق الهولندي، دخيل الله الزباله تاسه الشوارع ودابين الزبل والمواد البناء، وتتعرفون اليابان مثل ايش قد نظيفه، الرجال هيك فاك عيونه يبابا شنو هاي؟ معقوله هذا الطريق هيك زباله تاسه الشوارع؟ يعني ما ادري والله، يعني معقوله المحافظه ما يشوفون هاي الزباله على الشارع والسواح يروحون للشبايش ويجون والناصريه؟ يعني شو تكلفكم اذا طلعون شفل وشيلوها الخاطر؟ الله والله العظيم واحد يحس نفسه هالقد هاتف، هذا الرجال هيك فاك عيونه متفاجئ شنو هاي الزباله؟ ليش بالشارع؟ ليه الدول مبسطين بالشارع؟ ليش كذا؟ ليش؟ الى متى يعني؟ 100,000 مره المحافظه غرقانه بالزباله، غرقانه بالانقاض، غرقانه بالتجاوزات، الى متى يا معودين؟ الى متى؟ شوف 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 الزباله وبقايا المواكب بالدنيا محترقه، وهذا الرجال يباوع. سيد محافظ ديقار، الناس اللي عندهم غير على البلد، البلدية ذا عندكم شوية رحمة لوالديكم، والله العظيم زحمة، والله شارع الهولندي يعني واحد يطمروحه بالقاع، والله العظيم، هذا الرجال مسوي هيك يأشر ويشوف الزبالة ترس الشوارع، ولكم هسه واحد يستحي، والله العظيم أحس القاع طمتني ولا هيك، إلى متى يعني؟ خلها اهتموا بالنظافة، عوف الإنجازات، عوف الصخامات، الزبالة تارسة الشوارع في طريق الهولندي، والله العظيم جريمة. لا لا صور صور رحمة الوالديك، صور نفوقها. هي انفضحنا. ليه صور حتى يشارنا أكثر؟ تعرفون أنتوا الزبالة ثروة؟ والله ثروة، طلعوا منها كهرباء فلوس ويستفادوا من عندها، بس احنا الجماعه مالتنا لا، يستفادون من غاز الميثان اللي يطلع من عندها حتى يمرضون اكبر قدر من الناس. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على فيسبوك حسين الموسى ويقول كوريا واليابان حتى حاويات ما عندهم بالشوارع، ومستحيل تشوف قشر بالشارع، لانه هنا راح نحكي عن ثقافه، هاي الثقافه مع الاسف ما موجوده عندنا، الحفاظ على نظافه المدينه. يعني هاي جزء من المشكله وجزء مهم هو الحفاظ على سلامة مدينتك ونظافتها. تعليق آخر اللي هو عباس خيكاني، هذا حال مناطق الوسط والجنوب وحلها بسيط، معامل تدوير النفايات وغرامات توجع، والله ما تشوف بعد هذا المنظر. محمد مانز يقول إيه صح، بلدية ما جاءت تجي من قبل زيارة والحد الآن. ماجد البصري، مع كل الأسف يجب محاسبة ومعاقبة مدير البلدية، ليش هاي الفوضى؟ بس أكيد مسنود مدير البلديات من الزبير ما يشوف هذا التقصير بالعمل. فكان هاي تعليق الناس حول هاي القضية. سلط قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين الضوء على تزايد معدلات الانتحار بالعراق، وهذا يتزامن ويا اليوم العالمي لمنع الانتحار، وهذا اليوم يهدف إلى توعية بمخاطر الانتحار، لأن التقديرات تشير حدوث أكثر من 700,000 حالة انتحار سنويا. بيانات منظمة الصحة العالمية تشير ترتيب الدول العربية من حيث الأكثر بأعداد المنتحرين، إجا العراق ترتيب الخامس وراء كل من الجزائر واليمن والسودان ومصر. تفاصيل راح تشوفوها بهذا الانفوغرافيك اللي عده قسم التواصل الاجتماعي.
شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. الانتحار يعني من المفترض في مجتمع مثل العراق، احزاب السياسيه تقول احنا مسلمين، والانتحار في تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف وشيء حرام. وجهوا وعوا الناس ووعوا الشباب وتخلصوا من الابتزاز الالكتروني، وكافحوا المخدرات، وكافحوا هواية امور تصير غلط من ضمنها الضغط المجتمعي او العنف الاسري، راح تخلصون من هاي الحاله. هذا كل ما هو موجود يعني بحلقه صوتكم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم على خير ان شاء الله بحلقه جديده من برنامج صوتكم باكر باذن الله بنفس الموعد. في امان الله.